بعد غيابه عن الإعلام السوشيال ميديا بتسأل أين أبو عبيدة؟ من بيروت إلى غزة رسالة مؤثرة من الفنانة جوليا بطرس إلى المصور معتز عزيزة. بين الكويت ومخيمات الفلسطينيين في لبنان نغمات دعم لأهل غزة. أين أبو عبيدة؟ يمكن سؤال لا زال يتردد في أذهان الجميع، وبيتصدر المشهد في أكتر أو من أكتر من يوم، وكمان أتاح الفرصة لعدد مش قليل من الإشاعات والتكهنات. العالم اتعود خلال أيام الحرب أنه يستنى بيانات ومقاطع فيديو للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وخلال الأيام دي بقى فيه اهتمام متزايد في مختلف الأوساط، وده طبعا زود في وتيرة أو من وتيرة التكهنات والتساؤلات عنه وعن سبب غيابه غير المعتاد، عشان اتحول اسمه في الساعات اللي فاتت لترند على جميع المواقع. خلونا نشوف مع بعض التعليقات على غياب أبو عبيدة على منصات التواصل الاجتماعي، تحديدا على منصة إكس. في يوسف بيقول أين أبو عبيدة؟ يعني هو في قطاع غزة يعاني ما يعاني الناس، وطبيعي جدا ان هو يغيب. أما في تويتة أخرى خلينا نشوفها من مصطفى بيسأل عن مصيره، أين أبو عبيدة؟ يوجد إشاعة بأنه استشهد، هل هذا حقيقي أم إشاعة؟ كمان في تويتة أخرى من كريم بيسأل أين أبو عبيدة؟ هل هناك شيء يحضره للعالم؟ ده أكيد اللي هنشوفه.